السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حبيبة، حياكم الله في القناة. Hello everyone, this is حبيبة. Welcome to the channel. اليوم جبت لكم توتوريال جدا 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 سهل. طبعا ما عليكم من شغل الشفايف، حد يعني قال لي طريقة سهلة وصلنا نص عينه. المهم طريقة سهلة وايد حبيتها، جدا بسيطة، يعني عشان تعرفونها جدا بسيطة. نفس ما تشوفون ترون تسوون سكرين شوت حق الصورة بعد ما نخلص عشان تشوفون شو لون السكن، ونفس الكونسبت يكون في كل أنواع الشفايف. أهم شيء البيسك تون حق السكن وتدرج، جدا بسيطة مش إنها معقدة. يعني أهم شيء إن اللون الإنكينج ما يكون أسود، يعني لو الحين تلاحظون القلب الأخير ترى لونه شوي بني بني غامق، فهي بسيطة الحركة جدا، وأتمنى إنها تعيبكم. يعني وايد سهلة، ما فيها شيء معقد. شوفوا عشان اللمعة أنا استخدمت لون أزرق وسويت له آد من برنامج كلوب ستوديو، سويت له هايلايت. الحين ناس ما تشوفون كتبت لكم أساميهم، السكن رقم 1، سكن رقم 2، وشو إذا عندكم درجة ثانية تبغوا تجربونها تجربوا. طبعا لا تنسون وتروموا تجربون، يعني هي اول شيء تتعلم على هالبيسك بعدين جرب نفس ما انت تبغى. فاخر لون هني ترمو تسوي سكرين شوت، فاخر لون هو glowing add glow، بيطلع لكم اللون الابيض. ليش تسوين شيء ما تسوين ابيض؟ هي عشان حركة اللمعة، انا باها حركة اللمعة تطلع مضبوطة جميلة. واتمنى ان عجبكم التوتوريال، جدا سهل، وعذروني على صوت العصفور هذا السيوسي وهذا. Enjoy!